نبدي هسه ندخل في بعض الخصائص والتفاصيل الخاصة بالأوب سبيسيفيكيشنز بخواص الدوائر الأوب ومن أول هذه الخواص ومن أول هذه المواصفات هي ما يسمى بالدي سي أوف سيت الدي سي أوف سيت ما هو؟ كلمة أوف سيت شباب معناها إزاحة شوف لاحظ احيانا هسه تجيب هذا الاوبريشنال امبليفاير لو فرضا هذا الاوبريشن امبليفاير هذا الانبوت مالته النيجاتيف وهذا الانبوت الموجب ولو فرضا جيت واثنيناتهم سويت لهم جراوند يعني خليت ما ربطتهن اثنيناتهن على 0 فولت تلاحظ برغم من ان الانبوت اصلا ما مربوط على شيء طافي اصلا طافي لكن اذا جبت الفولتميتر وقست الاوتبوت راح تلاحظ وجود فولتيه معينه هنا بالاوتبوت على الرغم من انه الانبوت هو ما مربوط الانبوت صفر لكن هنا فولتيه معينه بالاوتبوت قد تكون قيمتها يعني قيمتها قليله لكن موجوده مقاسه يمكن تحسسها قد تكون مثلا 26 ملي فولت زين هذه مين هذه الفولتيه اللي موجوده هنا يعني مين نجت هو ماكو انبوت اصلا فاذا اخذنا القانون اللي يقول في الفي اوت يساوي الجين ال ال المحصله في الانبوت زين الانبوت صفر فمهما كانت المحص الجين هنا قيمه رافعه اذا ضربتها في صفر يطلع في اوت صفر هذا نظريا لكن شو بالواقع العملي جاي تطلع لي قيمه هذا معناه اذا اكو شيء هنا بالاوبريشنال امبليفاير جاي يزحف او جاي يزيح الفولتيه يشفتها باتجاه معين يعني جاي يسوي لها يعني نسبه خطا جاي تطلع عندي بالفولتيه قيمه نسبه الخطا هذه هي اللي تقيسها في حال كان الامبت صفر زين هذه نسبه الخطا منين جايه؟ طبعا تجي من عاملين رغم انه الانبوت هو صفر لكن هذا الاوف سيت الدي سي اوف سيت الفي اوف سيت تجي من عاملين، العامل الاول هو رغم انه الانبوت اللي عندي حاليا هو صفر فولت لكن اكو بسبب الفرق بين الانبوتين انه مستحيل يكون ايدنتيكال متطابقين هذين الانبوتين. وبسبب السيركت الداخليه للاوبريشن امبليفاير فتتولد هنا فولتيه قليله جدا جدا هذه الفولتيه القليله تتولد بسبب الستاتيك خلينا نسميها الستاتيك تشارج او الستاتيك فولتج اللي موجوده او لاك بسبب النويز اللي موجوده من السيركتس المجاوره للاوبريشن امبليفاير ورغم انه موجود هنا صفر لكن هنا موجوده فولتيه قليله متولده ما شلون مثل مرات انت ايدك يصير بها كهرباء ساكنه هذه الفولتيه انا راح اسميها راح اسميها الفولتيه فولتيه الانبوت الاوفسيت في اي او هذه الفولتيه بالتاكيد حتى لو كانت جدا قليله لكن بسبب ضخامه الجين اللي موجود بالاوبريشن امبليفاير راح يضخم لي اي شيء حتى لو كان قليل فتطلع لي فولتيه محسوسه بالاوتبوت. هذا اول سبب لوجود اوفسيت بالاوتبوت. السبب الثاني قلنا ما دام انه الانبوتين ذني اللاينات والسيركت الداخليه هي المفروض متقابله هنا أنا هو غير متطابقين الانبوتين هنا. أنا. وبسبب وجود اكو فرق جهد قليل جدا فهذا يعني وجود التيار اللي يمر هنا هذا الانبوت يختلف قليلا عن التيار اللي يمر هنا في هذا الانبوت فاذا اكو تيار راح يصير محسوسي يمر بالانبوتين بسبب وجود فرق جهد وبسبب انه الانبوتين غير متطابقين فرح تمر حركه شحنات تيار ولو قليل جدا جدا في الانبوت هذا التيار طبعا ممكن ان يضخم ايضا وياثر على ال يعني وجود التيار اكيد وجود تيار معناها وجود فولتيه، فهذا التيار راح يضخم تاثيره وايضا راح يطلع لي بالفي اوت على شكل فولتج اوف تمام هذا التيار احنا راح نسميه تيار الانبوت الاوف سيت، طبعا خلي ببالك خلي ببالك جاي نحكي انه عند وجود عندما يكون الانبوت صفر يعني هذني الاي uh, الاي offset والفي اوف سيت هن اصلا بالتركيب الطبيعي للاوبريشن امبليفاير ذني ما مرتبطات بالانبوت لان الانبوت صفر فهذا يعني يا يعني ريت انه تفرقون بين هنا وبين الفي انبوت مثلا الاصليه اللي نشدها على الاوبريشن امبليفاير زين خلينا نجي نحلل تاثير الاوف سيت الفولتج اوف سيت للسيركت هذه ونشوف احنا شلون نطلع نقدر نحسب الفولتج او نقدر نحسب الدي سي اوفسيت للفولتيه الاوتبوت يعني نحولها الى قانون ونحسب لها الحسابات. خلينا ناخذ بالبدايه تاثير الفولتج الفولتيه الاوتبوت الاوفسيت بالنسبه الى الانبوت اوفسيت تمام؟ فالانبوت اوفس الفولتيه الاوتبوت الاوفسيت بالنسبه الى الفي انبوت اوفسيت ايش راح تكون؟ لاحظ هنا أنا هسه انا عندي هذا الاوبريشنال امبليفاير هنا أنا, ما دام انه الانبوت آه صفر فاذا على اعتبار انه الانبوتين انا رابطهم على الجراوند زين اريد اصفرهم فرابطهم على الجراوند تمام هنا انا اذا رابطهم على الجراوند باعتبار انه هذه الفي انبوت اوف سيت هي قلنا احنا راح تتولد هنا في انبوت أوفسيت. فراح امثلها على انه هي مصدر خاص مصدر انبوت طبيعي هذا المصدر الانبوت اسمه في انبوت اوف سيت خلينا نعطيه فولتية قليله المهم هو موجود زين خلينا نجي نحلل الدائره بالنسبه الى وجود الفي انبوت اوف سيت بما انه الفي اوت انا قانونه شيء يقول يقول هو الجين في الفي انبوت زين شنو انا عندي هسه الفي انبوت الفي انبوت هو عندي ما دام في 2 ناقص V1 تمام هذا الشيء نعرفه زين ال V2 شنو؟ ال V2 هو هذا ال V امبوت اوفسيت وال V1 ال V1 هو هذا زين فلذلك ايش راح يطلع عندي القانون؟ ال V2 معناها هي ال V امبوت اوتبوت ال V امبوت اوفسيت العفو حلو وال V1 ال V1 عندي هنا راح يطلع هو لاحظ هنا راح يطلع هو ما دام انا عندي هنا فيرتشوال جراوند وعندي ذني مقاومات مربوطات على التوالي ما بين مصدر فولتيه وما بين جراوند، فإذا هنا ايش عندي انا؟ فولتج ديفايدر. زين؟ فال V1 هو عباره عن فولتج ديفايدر. هذا الفولتج ديفايدر شو يقول؟ يقول يابا في اوت في R1 على R1 زائد RF. زين؟ هسه طلعنا ال V2 وطلعنا ال V1. تمام؟ فعندي هسه انا طلعت انه الفي انبوت طلعت لانه v 2 قلت هو الفي انبوت اوف سيت والفي 1 اللي هو عباره عن الفولتج ديفايدر هسه عوضها ذا الاثنين بالقانون فش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي الفي اوت اللي هو الاي في الفي انبوت وما دام الفي انبوت هو v 2 اللي هو V انبوت اوف سيت ناقص الفي 1 اللي هو هذا فاقدر اقول انه V اوت يساوي فاذا هسه صار عندي الفي اوت هو آه uh, في ال uh, V2 ناقص ال V1 اللي هو طلع ذا قانونها زين هذا طبعا بإعادة ترتيب هذه ال ال المعادلة بإعادة ترتيبها ممكن أنا إيش أقول؟ ممكن أنا أقول ال V طبعا إعادة ترتيبها ليش؟ لأن عندي V out هنا وعندي V out هنا فهي إعادة ترتيب رياضية ممكن أقول إنه ال V out اللي هي طبعا راح تطلع لي سيت ليش سيت أصلا ما عندي إنبوت ما دام سيرة ذات الجراوند فالفي اوت هنا اوف سيت ايش راح تطلع الفي اوت اوف سيت بالنسبه الى وجود الفي انبوت اوف سيت راح تطلع لي v في انبوت اوف سيت في ار1 زائد ار على ار1 هذا قانونها تمام زين هذا بالنسبه تاثير الفي انبوت اوف سيت الفي اي او على الفي اوت بوت اوف سيت زين خلينا نشوف تاثير الكرنت ال تاثير الاي انبوت اوف سيت على الفي اوتبوت اوف سيت باوع هنا انا انا عندي شوف هي هاي السيركت سيركت طبيعيه يا، او امبليفاير لكن المشكله او الفرق فاذا انا عندي هسه هذا اوبريشن امبليفاير عادي سيركت عاديه لكن الفرق انه انا هسه عندي ما عليه انبوت الانبوت جراوندد اثنيناتهم الانبوتات جراوندد لكن مع انه الانبوت ما موجود لكن اكو تيارات جاي تسري قليله جدا قليله قيمتها لكن تاثر علي طل... لان انا اي شيء هذا مضخم هذا يسوي من الحبه كبه يعني شلون واحد يهول المواضيع انه حصر تقول له موضوع تافه يسوي من عنده موضوع كبير نفس الحاله الاوبريشن بالفاير يضخم حتى التوافه فلذلك هذا التيار رغم انه هو تافه وصغير لكن يضخم لان الاوبن امبليفاير فلذلك انا ممكن اعيد تمثيل هذه السيركت بالاخذ بالاعتبار تاثير التيارات اللي هنا فاذا مع الاخذ بالاعتبار وجود هاي التيارات فانا ممكن اعيد تمثيل هذه السيركت بالشكل التالي انه امثل التيار اللي مار هنا بمصدر فولتيه انا ما دام هو فولتج امبليفاير فاقدر امثل التيار اللي مر هنا بمصدر فولتيه لكن أنا مصدر فولتيه هو عباره عن قيمه التيار هذا الصغير جدا مع قيمه المقاومه زين سويت عباره عن مصدر فولتيات هسه حتى اطلع قيمه للفي اوت آه ما دام هنا انا عندي انبوتين وثلاث المتطابقين فراح استخدم طريقه السوبر بوزيشن زين ف اعتبر انه لاحظ هنا من صار شباب ملاحظه من صار هنا انا عندي هذا مصدر سويت مصدر فولتيه اللي هو عباره عن هذا التيار يعني هذا افتراضي مصدر فولتيه انا سويته على اعتبار انه التيار موجود تيار وموجوده مقاومه فاذا يعني باعتبار انه موجود مصدر فولتيه زين وهنا ايضا مصدر فولتيه لو تلاحظ هنا صار اكو امبوتين واحد على الانفيرتينغ واحد على النون انفيرتينغ زين هسه هذا شو اعتبره انا الاوبريشن اعتبره انفيرتنج او نان ما اقدر اعتبره شيء فش راح اسوي؟ راح استخدم السوبر بوزيشن حتى اقدر اطلع قيمه للفي اوت فراح اخذ بالبدايه راح شو اسوي؟ راح الغي هذا الانبوت وراح اخذ هذا الانبوت واعتبر الاوبريشن بالفاير انفيرتنج نوب بعدين راح الغي هذا الانبوت وراح اخذ هذا الانبوت وراح اعتبر الاوبريشن بالفاير نون انفيرتنج سوبر بوزيشن وانه بجمع الموضوع راح تطلع لي في اوت الكليه ففي حاله اولا اذا اخذت هذا الانبوت سوبر بوزيشن راح استخدم اذا اخذت هذا الانبوت وصفرت هذا الانبوت فالفي اوت اكيد هي راح تطلع لي هنا حطيت عليه اشاره سالبه للتمييز معناها انه الفي اوت هي راح تطلع لي عكس الفي ان فالفي اوت حسب القانون اللي احنا نعرفه انه تساوي الفي انبوت مضروبه في الجين والجين هنا أنا استخدمت الجي ما استخدمت الاي ليش؟ لان هنا انا عندي هي سيركت فاذا راح استخدم كلوزد لوب جين مو الاوبن لوب جين فعندي الفي انبوت مضروب في الجي جاي احكي هنا هذا الغي هذا وكانه ما موجود زين شنو الفي انبوت؟ هنا الفي انبوت هو عباره عن هذه هذه في انبوت اللي هي الكرنت الانبوت البايز الانحياز السالب يعني. هذا راح اسميهن هيك تسميات حتى افرقهن يعني زين هذا الاي اي بي مضروب في قيمه المقاومه ار1 زين هذا بالنسبه للانبوت الفولتج الانبوت بالنسبه للجين ما دام انه انا هسه عندي اوبريشن امبليفاير عادي من نوع انفيرتنج وعندي هنا النون انفيرتنج هو مصفر فاذا تتذكرون قانون الجين كلوز لوب جين الاوبريشن امبليفاير الانفيرتنج اللي هو شو يقول؟ يقول الجي تساوي ناقص ار اف على ار 1 زين تعالوا خلينا نحطهم هذني كلهن نسويهن في ضبطهن هنا على هذا القانون فراح يطلع الفي اوت السالب في ح... في الحاله الاولى اذا اعتبرنا انه هذه السيركت هي انفيرتنج راح تطلع لي الانبوت الكرنت الانبوت البايز السالب مضروب في الار1 يعني الاي اي بي السالب مضروب في الار1 ومضروب في ناقص ار اف على ار1 هذا بالنسبه للحاله الاولى زين هسه هو سوبر بوزيشن اصفر الانفيرتنج هنا أنا اصفر هذا المصدر الغي اسوي جراوند واخذ المصدر التالي هنا الفي اوت راح اخذها ايش اقول ال اوت هي تساوي ال في انبوت في الجين هذا شيء ثابت زين ال شنو عندي عندي هذا اللي هو الاي اي بي الموجب هاي الفي انبوت اللي عندي الجديد صار في الار سي هاي الار سي ف اي اي بي موجب في ال سي والجين شنو عندي؟ ما دام هو صار نون انفيرتينج قانون النون انفيرتينج الجين ما نون انفيرتينج شو يقول؟ يقول 1 زائد ار اف على ار 1 فاذا راح يصير في 1 زائد ار اف على ار 1 يعني اختصرت انا هذه الخطوات اعطيتكم راس هذا القانون واضح هذا؟ تمام اذا صار عندي هسه حالتين الاوتبوت الحاله الاولى اذا كان هو inverting والحاله الثانيه اذا كان هو نون inverting فنقدر نطلع الاوتبوت الكلي فش اقول الفي اوت الكلي هو يساوي الاوتبوت الثاني ناقص الاوتبوت الاول زين ليش طبعا هنا هو الاوتبوت الاول هو انفيرتينج هنا اشاره سالبه هو المفروض موجب الفي اوت المفروض انا أجمعهن بس هنا لين اشاره سالبه فصار الـ يعني هذا الاوتبوت الفي اوت بوت موجب ناقص الفي اوت هذا السالب تمام؟ هس... هذا عندي قانون طلعت به الاوتبوت الكلي في حاله وجود الانبوت الكرنت انبوت بايز اللي هو بالسالب والموجب. زين خلينا نكمل. غالبا اغلب الاحيان آه في هيش تصميم دوائر احنا قلنا دائما انه تصميم الدوائر ينحى نحو انه تكون السيركت ابسط ما يكون وهذا معناه انه كون المقاومات يعني يعني المقاومات المفروض تكون لاقصى قدر ممكن المفروض تكون متساويه، فعاده ما تكون الار1 او عفوا الار سي هي مساويه للار1. زين احنا عندنا هذا القانون اللي بناخذين به بالاعتبار ار سي ماخذين به بالاعتبار ار1، فاذا قلنا انه الار1 تساوي الار سي او الار سي تساوي الار1، ايش راح يتحول هذا القانون؟ راح بس نحط هنا مكان ار سي راح نحط ار1 زين فالقانون راح يتحول بهالطريقه هنا حطينا ار1 بدال ار سي زين خلي نجي نصفط هذه المعادله وخليني نجي نختصرها ونطلع نحاول نطلع قانون مختصر وقدر الامكان للاوتبوت آه الاوفسيت في حاله وجود تيار اوفسيت هنا انا شو اسوي؟ راح ادخل الار1 على القوس، طبعا عمليات رياضيه راح تصير مجرد عمليات رياضيه لكن لا ضير من انه هنا راح ادخل r 1 على القوس راح تصير بهالشكل ار1 زائد هنا دخلت ايضا على القوس، وهنا ايضا ادخل أدخل 1 على القوس يعني هي اصلا مضروبه في القوس. زين هنا راح تصير عندي عمليات اختصار راح اختصر هاي الار1 R1 وهاي r 1 وراح تختصر هاي ال r 1 وهاي ال r 1، فايش راح يصير عندي, عندي المعادله؟ راح يصير عندي المعادله بهالشكل اي اي بي موجب في ال r 1 زائد ال RF اف اللي بقت هنا من الاختصار ناقص الاي اي بي في ال RF اف اللي بقت هنا من الاختصار زين، هنا في هذه الحاله هسه وصلت عندي هذا القانون اقدر اهمل تاثير ال r 1 بعد. ليش؟ ما جراوندد ال 1 ما ما تاثر عندي، انا شو اللي ياثر عندي راح؟ هنا أنا حتى لو مر بها تيار حتى لو عندي فولتية راح تكون قليلة جدا وما محسوسة فممكن أنا ألغي تأثير الـ R1 التأثير الحقيقي راح يطلع لي على الـ RF فإذا صفرت الـ R1 شو راح يتحول لي القانون راح يتحول لي إلى هذا الشكل IIB موجب في الـ RF ناقص الـ IIB السالب في الـ RF هسه إذا أخذت عامل مشترك راح يصير RF مضروب في القوس هو الـ IIB موجب، ناقص الـ IIB السالب الاي اي بي الموجب ناقص الاي اي بي السالب هذني هاي المعادله تمثل لي الانبوت تيار الانبوت اوف سيت فالتيار الانبوت الاوف سيت هو اصلا شو يساوي؟ يساوي هو اصلا الفرق بين تيارين المارين بالادخالين فهو الفرق بين الاي اي بي الموجب ناقص الاي اي بي السالب فاقدر اعوض اقول ان تيار الانبوت اوف سيت هو يساوي هذا الحد فاذا انه اقدر اقول ان الفولتيه الاوف سيت اللي راح تطلع لي بالنسبه او بالاخذ بالاعتبار تاثير التيار الانبوت الاوف سيت راح تطلع لي تساوي اي انبوت اوف سيت في الار اف هذا راح يطلع لي القانون زين هسه صار عندي قانونين للفولتيه الاوف سيت واحد بتاثير الفولتيه الانبوت الاوف سيت وواحد بتاثير التيار الانبوت الاوف سيت اقدر لنا القانونين بالقانون التالي اللي يقول الفي اوف سيت الكليه هي ال في اوف آه, آه, ال اللي عن طريق فولتيه آه الانبوت الاوف زائد ال في اوف اللي عن طريق تيار الانبوت الاوف سيت كلهن اخذ قانونه قانونهن كل واحد اخذ قانونه واجمعهن يطلع لي ال في اوتبوت الاوف الكليه هسه عندي هذا المثال اللي يقول calculate the total offset voltage for the circuit of the figure below for an op-amp with the specified values of input offset voltage V input offset هسه عندي 4 ملي فولت and input uh, offset current i input offset هو عباره عن 150 نانو uh, امبير فاقدر انه اقول القانون هذا المثال اللي موجود امامكم اقدر اقول انه الفولتيه ال-offset بالنسبه الى تاثير ال-input offset هي حسب قانونها هذا اعوض مباشره بالقانون راح تطلع لي ايش راح تطلع لي 4 404 ملي فولت النوب اخذ تاثير التيار الانبوت الاوف سيت اللي هو تساوي قيمه تيار الانبوت الاوف سيت اللي هو 150 نانو امبير مع قيمه المقاومه الار اف راح يطلع لي 75 ملي فولت اجمع ذن القيمتين راح تطلع لي الفولتيه التوتال الاوف سيت هي عباره عن 479 ملي فولت هذا تطبيق مباشر هذا المثال يعني بس لمجرد حتى توضيح انه القانون شلون يشتغل